مساء الخير عليكم حبايبي مشاهدينا، اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله. انا هنا كده قاعد في برجر كينج، بصور لكم البرجر كينج، بس مش انا اللي باكل، وليد اللي باكل يا جماعه، بالهنا والشفاء وليد. هنا في محاجر الرياض، يعني كنا بنتمشى معايا الكاميرا بقى، قلت اتكلم معاكم في البيبان. خلاص يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله هنلعب المغرب، مصر والمغرب، يعني بلدي مصر هتلعب بلد المغرب. وانتوا عارفين يعني ايه مصر والمغرب، بلدين اخوات، يعني بيننا وبين بعض نسب ودم، ومتجوزين من هنا ومن هنا، ويعني كل حاجة، يعني احنا اهل في الاخر. الماتش ما شاء الله، يعني مصر والمغرب يعني ما شاء الله كبلدين كشعبين، ما فيش حاجة تقلق، يعني ما فيش حاجة تخوف، ما فيش مشاحنات. عمرنا ما سمعنا ان مصر راحت المغرب، المنتخب اتضرب هناك، ولا المنتخب المغربي جه مصر اتضرب هناك، ولا اي حاجة من ده. كله من التعصب اللي بيحصل، اللي بنشوفها بتحصل بين بلدان كتير. يعني كان في امريكا الجنوبية حرب قامت بين بلدين بسبب ماتش كورة، حرب. وكانت هتحصل عندنا في مصر للأسف بينه وبين اخواتنا في الجزائر، لأن الجزائريين عندهم يعني طبعا احترام لشعب الجزائر، بس القلة يعني أو المجتمع الكروي هناك شديد التعصب في الجزائر. يعني كذا مرة نروح مصر، يعني مصر يروحوا الجزائر يتضربوا هناك. ده مش معنى ان طبعا شعب الجزائر وحش ولا حاجة، فيهم ناس محترمة كتير جدا وعشرتهم في السعودية، لكن انا بتكلم على الفئة الكروية. فطبعا لما نرجع تاريخيا، المغرب تتفوق على مصر تاريخيا. يا جماعة بصوا، من الاخر عقدة مصر في الكورة هي المغرب. يا دوبك اتفكت العقدة شوية سنة 2017 بالجول بتاع كهربا. يعني كهربا ده، محمود كهربا، دخل التاريخ عشان مش ما جابلناش بطولة ولا حاجة، لا عشان سجل جول في المغرب. اول مرة يا جماعة اشوف كهربا في الحالة. اول بعدين عمال يقول لك هتجيب كهربا، يا جماعه ده هادي ولذيذ، هاتوه عادي عادي. يا عم انت لو ما عملتش حاجه في حياتك غير جول المغرب، كل سقفه جامده يا جماعه عشان جول المغرب، سقفه جامده عشان جول المغرب. بص يالا، جول المغرب ده يغفر لك اي حاجه عملتها في النهارده. دايما عقدتنا من زمان، من اول ما انا بدات اتابع الكوره، من وانا في خمسه ابتدائي يعتبر، ولا رابعه ابتدائي سنه 97 98 كده. يعني كانت اول بطوله اتفرجت عليها سنه 98 بتاعت بوركينا فاسو. يعني مصر كسبت كل الفرق، كل فرق في البطولة، وخدنا البطولة 98 بوركينا فاسو ما عدا المغرب. يعني كسبنا الفرق كلها، يا ريت حتى تعادلنا، كل الفرق كسبناها. هنيجي عند المغرب مش عارف، يا اما 0-0 يا اما نخسر 1-0. نروح بس احلى هدف دخل في تاريخ مرمى مصر، فاكرينه 98 مصطفى حجي. بصوا الهدف ازاي، بص الهدف ابراهيم، انا عايزك تشوفه تاني. هدف من احلى واروع الاهداف اللي ممكن انا شفتها في حياتي. بص ايه ده، هدف مصطفى حجي في مرمى المنتخب، فاكره 98؟ كان ده احلى هدف، ومستغربين حتى هم، هنري ميشيل كان ايام الفريق. ايام عز هنري ميشيل، ايام كان مدرب صحيح. تعال نشوف بقى ما يكون الحظ والتوفيق يا جماعه، ده الهدف مره اخرى. شوف يعني هدف مش طبيعي، توافق عصبي عضلي، ازاي في الوقت ده بيطلع رجله وبيلف اللفه دي وبيحطها في الحته دي، يعني حاجه كانت هدف. برضو عندك بطوله امم افريقيا 2006 اللي كانت في مصر، لعبنا البطولة، كسبنا كل الفرق وجينا عند المغرب وتعادلنا يعني ما قدرناش نكسبها. برضو تصفيات كأس العالم 2002 اللي هي صعدت فيها بالمجموعات من السنغال، كانت مصر والسنغال والمغرب في مجموعة واحدة، برضو يعني تعادلنا في مصر 0-0 وخسرنا في المغرب 1-0. وبرضو مصطفى حجي، ونرجع برضو شوية كده بالذاكرة سنة 98 في بطولة بوركينا فاسو، الجول اللي جابه مصطفى حجي في مصر ده كان أحلى جول دخل في تاريخ مصر. يعني حتى الآن أحلى جول شفناه دخل في تاريخ مصر هو الجول بتاع مصطفى حجي. يعني مفيش مصري ما يعقلش أو ما يفتكرش الجول بتاع مصطفى حجي ده، المقصية يعني لياقة وتوقيت، يعني أحسن من جول كريستيانو باكورد ده.
يعني. لكن حاليا نتكلم على مستوى المنتخبين. المنتخب المصري عمل اداء مشرف، مع انه كان عامل اداء كان معصبنا في اول البطوله، لكن جاء قدام كوت ديفوار عمل اداء مشرف، لعبوا لعب رجاله. المنتخب المغربي مش عارف، كل المغاربه بيشتكوا من المنتخب وبيشككوا في امكانيات المنتخب. انا شايفه منتخب كويس يعني. اه نعم عمل ماتش ضد ملاوي الفرق تاريخيا وكده، لكن انا شايف كسب والمغرب الخط الهجوم بتاعها يعني كل اجوالهم بالراس يعني، اللي هو يعني يعتبر ده يعني المغرب ككرات عرضيه كل الكرات العرضيه خطر يعني. في كاس العرب وفي كاس افريقيا اجوال المغرب معظمها بالراس، فده دليل ان انت عندك الكرات العرضيه حاجه صعبه في بالنسبه للكره المغربيه. المغرب يعني انا مش بتكلم ان هو مش في الحاله دي، مش بتكلم بقول لكم مين اللي هيكسب ولا مين ولا برشح مين، بس تاريخيا عقده مصر هي المغرب يعني. بنتفوق على افريقيا كلها وبناخد البطوله ونيجي عند المغرب ولا ما بتظبطش معانا المغرب، لدرجه ان الجماهير المصريه بقت تشوف عالم المغرب بقت حاجه تخوف كده يعني. نشوف عالم المغرب نقول يا ساتر يا حفيظ. هي في النهايه مباراه كره قدم يعني. طبعا يا جماعه بالنسبه للماتش اللي جاي ده يعني انا عن نفسي مرتاح نفسيا. لو مصر كسبت يبقى طبعا هشجع مصر لحد ما تاخد الكاس، لو المغرب كسبت يبقى برضه هشجع المغرب لحد ما تاخد الكاس، لان انا عندي ولادي مغاربه ومصريين يعني. يعني ادم ابني جايب له جنسيتين، المغربيه والمصريه، بنتي جايب لها المغربيه بس مكسل اجيب لها الجنسيه المصريه لحد الوقت. فحتى بقول لادم ابني هتشجع مين؟ قال لي انت شجع مصر وانا هشجع المغرب، يعني ادم ابني هيشجع المغرب. ف انا يعني مش بعمل الحلقه دي طبعا لا عشان تقييم ولا عشان اهدي بنفوس الجماهير، بالعكس المغرب والمصري يعني حاجه فوق اكتر من اخوات. حتى منتخبين، منتخب مصر والمغرب قاعدين في نفس الفندق في الكاميرون. وفي برضه صوره يعني لمنتخب مصر والمغرب، الاوتوبيسات بتتحرك هيروح يلعبوا في مدينه تانية غير المدينه اللي كانوا مقيمين فيها، متحركين مع بعض عادي جدا يعني، مفيش اي نوش ولا اي مشاكل. المهم يعني احنا نتمنى البطوله تكون لمصر او للمغرب اللي هيتأهل فيهم. طبعا اللي هيبقى راجل بقى في الملعب يلعب لعب جد هو اللي هيبقى اللي يصعد. منتخب مصر منتخب قوي، منتخب المغرب منتخب قوي، اللي هيتأهل هنبارك له. طبعا مصر خدت البطولة 7 مرات، المغرب خدتها مرة واحدة. في ناس بتقول يا عم سيبولنا البطولة، والله ما كرهناش، ما عندناش أي مشكلة نسيب البطولة للمغرب، خدوها يا جماعة، احنا عايزين كأس العالم يعني. المغرب صعدت اكتر من انا في كاس العالم، احنا عايزين بقى نخش كاس العالم شويه، خدوا انتوا افريقيا مش مشكله. والاهم من كده ان ده دور الثمانيه، يعني دور الثمانيه اللي هو كده خلاص ضمننا ان في اربع يعني في فرقه من ضمن الاربعه المراكز الاولى هتبقى فرقه عربيه، يا اما مصر يا اما المغرب. يعني سواء المركز الاول او الثاني او الثالث او الرابع، حد فيهم في الاربعه دول هيبقى يا اما مصر يا المغرب. فطبعا لو ضمننا في المربع الذهبي في اقوى 4 فرق في البطوله هيبقى منهم فرقه عربيه، مصر والمغرب. تمنياتنا برضو لتونس، قدامها مباراه عنيده مع منتخب بوركينا فاسو، منتخب عنيد. تمنياتنا بالتوفيق ان شاء الله، نشوفكم بقى بعد الماتش. وغالبا ان شاء الله يعني بعد الماتش يعني ماتش يوم الاحد، ممكن بقى ابتداء من يوم الاثنين او الثلاث هنتجه ان شاء الله نبدا بقى رحله جديده، سفريه جديده. غالبا ممكن تكون فاس ومكناس، نشوف على حسب ان شاء الله. هبقى احط لكم كده بوست في الانستجرام، اللي مش متابعني انا الانستجرام يتابعني. اشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله، وحبايبي ومساء الفل عليكم وبالتوفيق.